هنا غادي ندوز النقطة الثانية. باردون باردون، ندوز النقطة الثانية. إذن هذه البلاغ اللي هو كان ديال لاكاف، هذا هو البلاغ ديال لاكاف. الحين اش كيقول عن اهلي عن اهلي مسائل الثلاثاء انه سيلجأ الى المحكمه الرياضيه ما هليناش طاس في صراع مع الاتحاد الافريقي كاف بسبب ازمه ملعب نهائي كذا الى اخره، وكان الاتحاد عن اقامه النهائي في المغرب بعد انسحاب السنغال. شوف دابا هذا هو المشكل، دابا الاعلان اللي دار الاتحاد الافريقي راه كيقول انه تم اختيار المغرب بعد انسحاب السنغال. وشو دابا المشكل؟ يعني البلد اللي عنده الحياديه انسحب، والبلد اللي ما عندوش حياديه هو اللي بقى اختاريتي. شي زله قداش هذا زياده على انهم تاخروا باش يقرروا، وهذا الشيء راه كان مشكوك فيه. هذا الشيء يعني اذا بغيتوا غير تجاملوا المغرب جاملوها بشي حاجه صحيحه وتكون بيان واقفه على رجليها. وعبر يعني عن ايام على فضي اقامه النهائي في المغرب لان ذلك لا يضمن الحياد والعداله. هاي النقطه انا كاع ما قريتوش هذا اول ما شديتو سكرينيتو، انا دابا عاد قريت النقطه، هما كيركزوا على النقطه الحياديه شتيها، لان ذلك يعني النهائي في المغرب لا يضمن الحياد والعداله بين الفريقين. واش دابا حيت الحياديه راه ما فيهاش غير ما قلنا بانها فيها اول حاجه الاستفاده من التصوير، لانك كتكون شركه ديالك انت اللي كدير النقل التلفازي اللي معتمده في بلادك، دونك كاين شك انها تحيز لك، وكتضمن كذلك حضور جماهيري كبير، لان ما يمكنش شحال ما جاو ديال الجماهير من الفريق الاخر ما يمكنش يوصلوا للعدد اللي عندك نتايا، دونك يكون تفوق جماهيري. ثالثا كيكون تفوق كذلك من ناحيه يعني مداخل الملعب، بزاف الحوايج كتكون بزاف الحوايج، ولو ان مداخل الملعب يتم اقتسامها، ولكن كيكون بزاف الامتيازات اللي نتايا كتستافد منهم على حسب طبيعه الحال، يعني على حسب هذا الاختيار هذا اللي ما كيكونش فيه محلي. الو غنرجع لسميتو، الو هذا غادي نحيدوه، غنرجعوا هنايا للثالث اللي هو الاخير هذا بعدا عرفتش نكتب علاش كيوقف. بون الو هي هذا ديال الدوكيمون الاخر، ندير هذا الدوكيمون الاخر مهم جدا، لانه هذا هو اللي غادي يعتمد عليه الاهلي. اش كيقول البلاغ ديال الاهلي؟ الاهلي قرر نادي الاهلي احتكامي المحكمه الرياضيه الدوليه طلبا للعداله. شيء دائما كيركزوا على العداله، والناس اللي هما كيسولوا علاش الاهلي، حيت كاين اللي سولني قال لي هذوك الاهلي حتى هما عيانين زرقين، علاش ما تاهلوا، علاش ما قدموش الترشيح ديالهم؟ شوف الاهلي هذوك راه سيسون ديلو، راه ماشي ساهل، راه ماشي ما قدموش الترشيح ديالنا كوالي، لان ما قدموش الترشيح ديالهم باش ما عطيوش فرصه، لانه كون قدموا الترشيح ديالهم واخا يمشيو يطعنوا امام اي جهاز يقول لهم شوف الشيخ انت قدمتي الترشيح ديالك، بمعنى انت كنتي راضي بانه الترشيح ديال البلد الاخر راه قانوني، اذا انت اعترفتي بالترشيح ديال المغرب راه قانوني، لهذا قدمتي ما طعنتيش في الترشيح، اذا قدمتي الترشيح ديالك انت اذا كتعتبره كمنافس ديالك على ذاك التنظيم، اذا قبلتي انت والمغرب والسنغال، لهذا هما ما بغاوش يخليو هذيك الفرصه، وبداو كيتلاعبوا وبداو كيديروا ديك اللعبه ديال لا حكا راه ما عطاوناش واحد الاجال، ما عطاوناش اخر اجال، راه كذا بداو كيتلاعبوا في الهضره. ولكن هما قرار يعني دارسينو مزيان ما يترشحوش، لانه عارفين بانه ولو يترشحوا كاين امكانيه انه القرار ما يمشيش لصالحهم، لهذا ما طاحوش في لو بياج، وركزوا دائما هما على النقطه ديال الحياديه، الملعب الذي يوفر الحياديه، لانه نقطه مهمه ويعني من الاخطاء الكبيره ديال هذه المؤسسه الكاف التي تفاجئنا دائما بقرارات عشوائيه. دونك طلبا للعداله في ازمه في ازمه الملعب الذي يستضيف المباراه النهائيه دوري الابطال، ردا على رفض الاتحاد الافريقي لكره القدم اقامه المباراه المشاره اليها على ملعب محايد بعيدا عن الفرق الاربعه، وهذه ثاني من الحيل ديال المصريين التي ما كيقولوش كيدعوا على راسهم، كيدعوا على الفرق الاربعه اللي كاينه دابا، ولو انهم عارفين بانه المرشح 99% الوداد والاهلي هما اللي غيدوزوا للفينال، ولكن كيلعبوا تعرفوا كيفاش يلعبوا على الكلمات، كيدافعوا على كل شيء، كيدافعوا على المصلحه العامه الحياديه بصفه عامه، فرقيب اربعه فرق الاربعه اللي تتبارى في الدور قبل نهائي البطوله فضلا عن امور اخرى تخل بالميثاق الاولمبي، سمع، ولوائح الفيفا ولوائح الاتحاد الافريقي ذاته،
ويقوم وسبق وسيقوم الأهلي الذي سبق أن طالب كاف بإقامة المباراة في المحايد بالطعن على القرار الصادر في هذا الشأن، وسوف يطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الموضوع قبل الموعد المحدد للمباراة. إذا هنا ما نساوش واحد النقطة، هي من الأخطاء اللي كيديروها هذوك الناس، هذوك الناس ديال لاكاف في القرار ديالهم، جاو تالآخر قالوا سوف يتم دراسة إمكانية الرجوع إلى النظام القادم. وهنا هذه عاوتاني بياج طاحوا فيه، لأن أنت ملي كتقدر ترجع للنظام القادم وكتقولها في بلاغ ديالك، هذاك اللي غيتلقى ذاك البلاغ غيطرح السؤال، غادي يقول لك أسيدي شكون اللي منعك دابا، شكون اللي منعك دابا أنك ترجع للنظام القادم؟ مادام كاين مشكل، وكاين منازعة، وكاين سميتو كاين بلد يلا نظم هذاك العام وما كتوفرش فيه الحيادية، وبلد آخر اللي فيه الحيادية انسحب. إذا أنت في حالة خاصة، في حالة استثنائية، علاش ما تقدرش ديك الساعة بإجماع المكتب التنفيذي أنك ترجع للنظام القديم ودير مقابلة من الذهب والإياب؟ وفكر المشكل وهنيه، أنت غادي تهنى ياك ناوي باغي ديرها للعام الجاي، وديرها هذا العام. مادام علاش خصك ديرها؟ لأنك أنت مسؤول، أنت هو المخطئ، أنت تعطلتي، باش تقرر. هذا هو اللي بغيت نقول، هذا الشيء نفتح المجال الإخوان، واخا شوف الإخوان الله يرحم الوالدين، أنا بالنسبة ليا